السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي. إن شاء الله تكونوا بألف خير، دائما مع الجديد، دائما مع آخر صيحات جلبة المغربية. فكما كان نعودكم دائما أنني نشارك معكم آخر ما كان في الجلبة المغربية، لا من ناحية الألوان اللي درجة على الموضة، لا من ناحية الطرزات اللي هي درجة على الموضة أيضا، أي الطرز الرباطي. فكما كتعرفوا بان الطرز الرباطي اللي رجع كيدار بالكمبيوتر هو اللي دارج هاد السنه، موديلات جد رائعه، كنتمنى انها يعجبوكم وتستوحوا الاطلاله ديالكم من خلال هذا الفيديو. فكما كنعرفوا كل واحد كيبغي يتميز باطلاله خاصه به، فمن خلال هذا الفيديو ان شاء الله الاطلاله ديالكم غادي تكون موفقه لانهم جد رائعين باثواب اللي رائعه. كما كنعرفوا مليفه كريب هي اللي حاضره ودارجه في الجلابه المغربيه وكتجي رائعه فيها. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكيف ديما الى عجبكم الفيديو فما تنسوش انكم تدعموا القناه باللايك بالتعاليق أو بالبارتاج، وأيضا بالنسبة للناس الجدد فكنقول لهم مرحبا بكم، انضموا للقناة وفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. وشكرا لكم جزيل الشكر، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء. Thank you.